الرباط ان شاء الله، لما شقوا بلادنا غنمشوا حنا نديروا شكايه في الرباط ان شاء الله ان شاء الله. وعاش الملك، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. المشكل اللي قلنا لكم ديال الروض ديال الاطفال راه هو هذا، هذا الدار، هذه الدار ديال، هذه الدار ديال 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 الطالب. باينين الساكنه، الساكنه ما باناش يمشي واحد، وطوعوا الناس ديال الدوار عطوا للتلاميذ فين فين يقراوا، ووعدوهم باش يديروا لهم قسم. دابا راه المعاناه اللي قلت لك السي استاذ، ها الاوليه ديال المعاناه، هو الدوار راه في واحد، في واحد 300 ولا 400 ديال الساكنه كيعانوا، هو السمعه هو ما عندهمش، هذا هو راه هو المشي. كنقول لك كاين شويه تهميش، هادشي راه كيحزن، فهمتي؟ وكنهضر معاك دوكا ودمت، علاش؟ كتشوف هادشي بحال الحقره. ها الدار ديال الطالب ها هي داروها قسم، داروها قسم باش يقروا، باش يقروا وليداتهم، ووعدتهم، وعدوهم الناس لا في السلطه ولا في ولا في جامعه التيامين، وهما كتشوف هو المشكل باقي ما تحلش. ها فين كيقروا هذه الدار ديال 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 الطالب، هذه ها البيت اللي ساكن فيه الطالب، ها البيت اللي ساكن فيه الطالب، ها هو صغير هو كتشوف فيه، والدوار، والدوار ها هو كشي قداش، السمعه، السمعه ما فيش، يعني راه شويه التهميش راه كاين، وشويه الحقره راه كاينه. وكنطلبوا من الناس مسؤولين باش يشوفوا في هاد الناس هادو ويشوفوا هاد الدوار، وشكرا. كاين شويه محل كيفاش 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 المسجد هذا، ويبنوا الفقيه فين يسكن، ولا يعطوه الدار ديالو، ولا شي حل. الساكنه راه باغا ترحل، هذا الشيء اللي كاين، الساكنه راه باغا تزيد، راه عندها راعيات الساكنه من الحقره، قدرون مشى داز مشى بلاصه اخرى، النقل المدرسي عاودوا ثاني نعاودوا الناس، خلاص كتشوف الحاله كدايره. الدراري ما نكون مدرسه، ما نكونش مدرسه الدراري، عده مشاكل، عده مشاكل كاين. هذا المسجد دايرين فيه هنا كنقراو فيه الدراري ديال الروض، ولا تعليم اولي هذا، هذا يديروا الطالب هنا فين فين ينعس الطالب وفين يجيب ولادو. دابا الطالب مسكين ما جاب لا ولادو لا والو، شادين اللي حنا هذا راهين عليه، هو مسكين كاع كيبيع يدير في هذاك، في هذاك المحل غير فواحد والله غالب. كنا شفتو شي محسن ولا جوج ولا ثلاثة، حيت ما بقاتش عندنا الثقة لا في الجهات المعنية، ما بقاتش عندنا فيها الثقة، وكنطالبوا من وزير الداخلية يتدخل في هادشي باش تكون شي اصلاحات بالنسبه لهاد الدواوير اللي مهمشين من طرف رئيس جامعه التيامين، باش يكون شي اصلاح اللي هو شامل بالنسبه للدواوير اللي فيهم عضو واحد، ما عارفين الدواوير اللي فيهم اعضاء جوج، راهم خدامين معاهم صباحا وعشيه، بغا خزانه يديها، بغا لابيرانس يديها، بغا الماء عنده موجود، لما قدوش بير يديروا ليه جوج، الا هاد الدواوير محقورين. بالنسبه للدوار كوابليه ودوار ولاد المنير محقورين بزاف، راه عينا راه عينا، راه حقره هادشي، وكنطالبوا الناس المسؤولين باش يتدخلوا في هاد المشاكل. الناس اخويا راه ما كيطالبوش شي حاجه اللي هي واعره، باغيين يبنوا فيلات ولا باغيين يبنوا عمارات، باغيين غير يستقروا، باغيين الحياه بسيطه، ما باغيينش شي حاجه اللي هي. وحنا دابا هما كيطالبوا هاد المسجد هذا يتبنى، يتعاود يترمم، واش يترمم ولا يتبنى؟ كيزوروهم كاع، سمعه ولا يتبنى ولا شي حاجه، والمشكل يعطوا الطالب الدار ديالو، راه شتو كيفاش. والمشاكل ديال المشاكل السياسيه راه بغا يتفاداوها، خاصهم يفوتوا هاد الناس، يحيدوا من داك المشهد السياسي، يحيدون يشوفوا بعين رحمه كساكينه من دواوير تابعه للجماعه التيامين، فهمتني؟ يشوفوا فيهم ويراعوا شي ناس، راه ما عندك اللي ينسيبوا هنا، كاين اللي راه ماشي الناس الغنيه، راه كاين صحاب، فهمتي يا سيدي؟ دابا هذيك المشاكل بغيناهم يتفاداوها، لا هاد الناس ما كنحسنوش على جماعه التيامين، يحيدونا. ما يخلوش متامين جماعة التيامين، يخلوها يديروا فيها دوار فلان، فهمتي؟ يديروا فيها دوار فلان، جماعة التيامين يكتبوا فيها دوار تاكسي ديال واحد، ما يبقاوش محكرين على الناس، وشكرا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.